يعني اليوم هي ورشة عمل ما بين بلدية الخليل ومؤسسات المجتمع المحلي في المدينة. هناك مشروع تقوم فيه بلدية الخليل حاليا لإطلاق وتسمية وترقيم المباني الموجودة في مدينة الخليل. مشروع تسمية الشوارع هو مشروع مهم جدا. هناك وعودات من قبل المجلس كانت سابقا بضرورة إنجاز هذا المشروع، وحاليا نحن نعمل جاهدين على إنجاز هذا المشروع لتسمية عدد كبير جدا من الشوارع. هناك اهتمام في رموز لها بصمات على هذه المدينة للإضاءة عليها، لأن هذا حق على أهل البلد ومؤسسة البلد الكبرى وهي بلدية الخليل، للشخصيات الذين كان لهم دورا مميزا في التاريخ المعاصر أن يكون لهم أسماء لهذه الشوارع.